هي مسيرة هي أقول تجربة ومهمة في الحياة، لأن أنا دائما تنقول هذا وتعلمنا القولة ديال الحياة مدرسة، الناس أسئلة والأيام إجابات، هذا إنسيتاسيون. أنا عشت في وجدة في واحد المرحلة بداية كتبتو في الحقل المسرحي بداية في أواسط الستينيات، عشقنا المسرح منذ الطفولة، حبينا لو سينما، حبينا الغرب، عشقنا لو تياتر، خدمنا هنا كهوات. من بعد باش نختصر لك، التحقت بفرقة المعمورة، لحقوني بفرقة المعمورة أنا وواحد المجموعة ما بينهم سعد الحق الزروالي، توريا جبران، محمد الحبشي رحمه الله. أنا درت أعمال مسرحية تقريبا اللي مثلت فيها واللي أخرجتها، خرجت أعمال. كنا دائما كنقولوا إحنا نجرب. الأعمال اللي كانت رائعة جدا هي الأعمال اللي خدمتها في المسرح الشعبي، من ضمنها واحد العمل قعد شوف شوية باقي ماركي عند الناس اللي تذكروها، هو مرايا الزمن المحزون في سنة 1977 اللي كانت جائزة العمل المتكامل في المهرجان الوطني. هذا عمل اللي اعتبرته انه هو فيه تجربه ديال واحد لاول مره الناس تعرف بمسرح الفقير ديال غروتوفسكي. كنت ندير واحد السلسله تعريف بدول افريقيه، كان اخذ لها دوكيومونطاسيون من السفارات، كان هذا، وكان ديال المونتاج. كان معايا واحد صحفي سنغالي سيدي خوسا السنغالي، هو اللي كان يدير لا كونسيبسيون، انا كنت ندير لا ميزون سين، درت هذا لا مونتاج كذا الى اخره. لا يتوقفوا لي شي ناس اللي جات توريا كذا، يا مغربيه شي كويس ما كويس، قالوا لي ليش ما ديرش الجمهوريه الصحراويه؟ قلت له اسمح لي انا راني مغربي. ما يمكنش يعني الشيء هذا في العقد اللي منصوص عليه، وهو الطرف الاول ما يدخل في امور ديال الطرف الثاني، والطرف الثاني ما يدخل. هذه مساله كتمس لي بلادي، بغيتوا ديروا انتم ديروا هذا وديروا سميتكم، انا ما نديرش انا المسائل ولا عندي علاقه بهذا. وقلت له ثانيا انا هاد الدول اللي درتها راه عندي لا دوكيومونطاسيون، وهذه الجمهوريه الصحراويه فين هذا؟ قال لي عندنا دوكيومونطاسيون، جاب لي واحد الكاسيت فيها ناس يجريوا في الصحاري وكذا والاخر. قلت له هذه دوله اللي غندير عليها انا، بديت نضحك. قال لي خيار واه شا بعد اسبوع جاو اختطفوا لي، هزوني هزوني داوني هذا مغمض العينين كذا الاخر، تحقيق مع شي واحد تما كذا الى اخره. ولكن الحمد لله ربي عطاني واحد الشجاعه، قلت له شوف انا نقول لك المساله غير هذا تتعلق بالوطن ديالي، قلت له ما تقصرش دير اللي بغيت. مشيت هذيك هي 25 يوم وانا تما كبون، نهار اللي وصلت 22 يوم هذا بقيت درت مقش، درت اضراب على التغذيه، كانوا يجيبوا لي الاكل والشيء. ليبيا هذا الشيء؟ في السجن ديالي، السجن ابو سليم اللي راه معروف، سجن ابو سليم. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.